اتفضلي يا دكتورة، وصلنا المستعمرة. نطق سواق عربية الشرطة بالجملة دي للدكتورة نادية اللي نزلت ووقفت قدام بوابة المستعمرة، مستعمرة الإرهاق العصبي. مستعمرة الإرهاق العصبي دي هي في الأساس مستشفى علاجي أسسته الحكومة تحت إشراف قطاع الطب النفسي علشان يضم المجرمين والمتهمين اللي جرائمهم بتاخد شكل نفسي أو سلوك عصبي. كانت بتسمع عنها من زمايلها في المجال لكن عمرها ما راحتها ولا عمرها جالها تكليف فيها. خبطت الدكتورة على الباب وعرفت نفسها، دكتورة أمراض نفسية وعصبية وعندها تكليف باختبار مريض النهاردة. عدت من الباب واستلمها شخص يوصلها لمكتب المدير، وفي الطريق للمكتب بدأ عقلها يراجع حالة المريض بناء على الملف اللي استلمته من المستشفى اللي هي بتشتغل فيها مبارح وسهرت عليه طول الليل. المريض ارتكب 3 جرائم قتل في 3 محافظات مختلفة، بين كل جريمة والتانية حوالي 4 أيام، وهو اللي سلم نفسه واعترف بتمثيل الجرائم كلها. تحريات المباحث قالت إن الضحايا الثلاثة ما كانش يربطهم بالجاني ولا ببعض أي صلة نهائي. كان مستحيل شخص يرتكب جرائم بالمعطيات دي لوحده أصلاً، ولكن التحريات أثبتت إنه ملوش شركاء فعلاً. أغلب المتهمين اللي بيجوا المستعمرة بيدعوا الجنون علشان يفلتوا من العقاب الجنائي، والمريض ده اعترف بمنتهى العقل ومتقبل عقوبته تماماً، ألا وهي الإعدام. أهلا وسهلا يا دكتورة، نورتي المستعمرة. قطع حبل أفكارها صوت مدير المستشفى اللي انتبهت فعلا أنها بقت في مكتبه. بدأ كلامه عن الحالة على طول لارتباطه بمعاد برا المستشفى، فهمها أنها لازم تكتب تقاريرها النهاردة وأن الحالة دي من أسهل الحالات الواضحة اللي مرت عليه. دي حالة ذهان واضحة، شخص بيسمع حاجات ويتخيل حاجات. الممرض هيوصلك للحالة دلوقتي، فرصة سعيدة. كانت خلاص قدام باب الغرفة اللي هتجمعها بالمريض، ودخلت نادية الغرفة ولقيت قدامها شاب طويل القامة ممشوق الجسم، شعره ولحيته مش مهندمين، ومتأيد بكلبشات في الكرسي بوضع معكوس. احنا مكلبشينه بناء على تعليمات مدير المستشفى. ده كان كلام الممرض اللي وصلها. قعدت نادية على الكرسي اللي قدامه ترابيزة كبيرة وفي مسافة بتفصلها عن المريض، وقالت أو كانت لسه هتقول: أنا دكتورة نادية دكتورة. قطعها المريض على طول وقال لها: مفيش داعي للاختبار يا دكتورة، أنا معترف، لا عندي ذهان ولا أوهام ولا ضلالات ولا عقدة اضطهاد. سألته دكتورة نادية باندهاش: يعني أنت معترف أنك قتلت 3 أرواح بالسهولة دي؟ دقت عيون المريض وهو بيجاوب: 4 مش 3. تحولت دهشة نادية لذهول، ورغم نظرة المريض ليها بعيون ضيقة وبعدها عنه بمسافة كبيرة، إلا إنها شافت بوضوح بريق عينيه، بريق عجيب وغامض. لكنها تماسكت وهي بتفتح ملف وبتقول له: اسمك أمجد زيدان، 33 سنة، مدرب سباحة وقاعد لوحدك، مفيش أسرة ولا أهل. تمام يا دكتور، كل المعلومات صحيحة ما عدا معلومة واحدة. بصيت له نادية بلهفة واضحة فكمل وقال: أنا مش أمجد، أنا مقتص من مبعوث مش أكتر. رجعت نادية بجسمها كله على الكرسي وبدأت تبص له بنظرة تانية خالص، نظرة مريض حقيقي. طيب أنت مبعوث من مين؟ أنت بتسمع حد في راسك بيوجهك أو بيتناقش معاك؟ أنت مش مصدقاني برضه يا دكتورة؟ طيب أنا هثبت لك إني مش أمجد. وفجأة تحول وش أمجد للرعب الشديد، واتنفض جسمه كله بالكلبشات وهو بيصرخ: خرجيه، خرجيه مني، أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة. قامت نادية من على الكرسي بحركة لا إرادية وبفزع شديد رغم بعد المسافة بينهم. وبعد لحظات رجع أمجد لهدوءه البارد تاني وقال لها: صدقتيني يا دكتورة، اتفضلي اقعدي وشوفي شغلك. قعدت نادية بتردد وهي مش قادرة تخبي دهشتها، فعلا كانت أول مرة تصطدم بحالة حمراء من الدرجة الأولى. استسلامه لمصيره كان عجيب، والأعجب هو تقبله ليه بهدوء. عادة أي حد بيدعي النوع ده من المرض أو إن جواه شخص تاني ما بيبقاش معترف،
ومن الملف كمان عرفت انه قتل الضحايا الثلاثة بطريقة بشعة تتنافى تماما مع حالة الاستسلام اللي هو فيها. وكان رده دي مش بشاعة، دي نهايات اللي كانوا حاطينها للضحايا بتوعهم، والعدل بيقول ان الجزاء من جنس العمل. انت مين علشان تصدر احكام وتنفذها على الناس؟ دي مهنتي يا دكتورة، انا بنفذ القانون. قانون مين؟ قانون السلطة العليا. ذهول نادية كان صعب وصفه، كانت قدام مجنون حقيقي، مجنون مختلف عنده خلط بين الواقع والخيال، ومصاب بأكتر من مرض نفسي. ورغم كده هي مش قادرة تحدد حاجات كتير من ضمنها تنفيذ الجرائم في وقت قليل، رغم تعاظم المسافة بين أماكن الضحايا. أكيد دي جريمة مدبرة أو ليه شركاء وبيدعي الجنون علشان يداري عليهم. وسألته نادية وكان رده أنا مش مجنون ومليش شركاء. طيب إزاي كنت متواجد في ثلاث محافظات في وقت قليل؟ ده شيء مستحيل. مش مستحيل ولا حاجة، أنا عندي مقدرة على ده. أنت عارف باعترافك السهل ده نتيجة التقرير اللي هكتبه إيه؟ طبعا عارف، وأكيد هو يستحقه. هو مين؟ أمجد. تاني هنرجع للموضوع ده، أنت أمجد، أمجد زيدان، ولو كتبت التقرير ده هيتحكم عليك بالإعدام. ما أنا عارف إنه هيتعدم في الآخر. أنت بتحاول دلوقتي توهمني إنك مش شخص واحد، بس ده مش هيمنعني إني أعرف الحقيقة. الحقيقة هي اللي أنا قلتها وبقولها باستمرار يا دكتورة، أنا قصاص، بقتص الأرواح الشريرة زي ما بتقتص الزرعة الغير سليمة في الأرض. العالم فيه قانون، مين اداك الحق ده؟ السلطة العليا. تاني؟ أنا بضيع وقتي معاك ليه؟ أنا كنت فاكرة فعلا إن وراك سر وكنت بحاول أكتشفه علشان أساعدك، بس واضح إنك مجرد سايكوباتي مش أكتر. طيب يا دكتورة، أنا هحكي لك قصص الضحايا التلاتة، يمكن تفهم الأمر، ولو إني أعترف إن فهمه أكبر منك ومنهم. خليني أحكي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة من كتابة وإعداد عزيز ياوت. وتعالوا نكمل حكاية المجنون ده إيه ولا مين القصاص ده كمان. تعالوا نسمع حكاية الثلاث ضحايا، يلا بينا. الضحية الأولى، الأميرة والحصان الأحمر. في واحدة من المحافظات الساحلية كان في دار رعاية للأطفال، كانت المسؤولة عنه تنفيذيا من سنين طويلة هي المشرفة جمالات شديد، كانت شخصية شديدة الطيبة وخدومة جدا لدرجة لا تتخيلوها، سواء في شغلها أو بشكل عام مع الناس. لكن كان في عيب بوظ كتير من قراراتها وتصرفاتها وعلاقاتها طول 55 سنة من عمرها. العيب ده هو انفلات الأعصاب. في يوم دخلت شابة معها بنوتة صغيرة جميلة وفي إيديها حصان خشب صغير أحمر اللون، وطلبت من مدير الدار إيداع الطفلة لأنها ملهاش أسرة تعيش معاها. صحيح أهلها موجودين، لكن رفضوا يستقبلوها نتيجة أن الأب والأم اتجوزوا زمان ضد رغبة أهلهم. كانت قسوة كده مزدوجة الجانب ما بتتكررش كتير، وبحكم أن الشابة دي هي الصديقة المخلصة لأم البنت، شافت أن الدار هي أنسب مكان ليها، خصوصاً أنها مضيفة طيران فما تقدرش ترعى البنت بشكل منتظم. البنت كانت ملهية عن العالم كله بالحصان الأحمر اللي في إيديها، والمديرة بتسألها اسمك إيه حبيبتي؟ قلت لها أميرة. قلت لها أميرة وإنتي أميرة، وإيه اللي في إيدك ده بقى يا أميرة؟ قالت لها ده حصاني الأحمر. مديرة الدار قالت لها ده جميل قوي، ممكن أشوفه؟ فضمت أميرة الحصان ليها بحركة طفولية عدائية كده وبصت للمديرة في تحفز. فهمت المديرة من صديقة الأم إن الحصان ده كان آخر هدايا الأم الأميرة، وده كان في عيد ميلادها قبل ما تموت، وطلبت الشابة من أميرة إنها تخلي المديرة تشوف الحصان. جميل الحصان، بس اشمعنى الحصان ده يعني اللي معاك يا أميرة؟ فردت الطفلة وقالت لها علشان ماما قالت لي لما تعزيني قولي للحصان وديني لماما.
قالت لها وبيوديك الماما؟ ردت وقالت ما أنا ما قلتلوش لسه. بصت لها المديرة في إشفاق شديد جدا وضربت الجرس ودخلت جمالات وطلبت منها أنها تودي أميرة في أجمل عنبر موجود، وشددت أنه محدش ياخد منها الحصان مهما كان. الحصان اللي فاضل لطفلة فقدت أسرتها وقسي عليها أهلها وهي لسه ما تمتش 5 سنين. قضت أميرة 7 شهور في الملجأ، وحصانها الأحمر ما كانش بيفارقها لحظة حتى وقت النوم. حتى صديقة أمها اللي ما قدرتش تزورها من ساعة ما أودعتها الدار، حتى أهل الوالدين اللي نبذوها، كل ده ما خطرش على بال أميرة لحظة، وما كانتش حاسة بأي نواقص حواليها طول ما معاها الحصان الأحمر. وترشحت الدار لحفلة كبيرة جدا قدام محافظ المدينة، وطلبت المديرة من جمالات أن أميرة تكون في طليعة البنات لبروفات الحفلة، وطلبت منها تبيت في الدار وتختار باقي البنات. وبالليل قبل ميعاد النوم لفت جمالات على عنابر الأطفال واختارتهم، وختمت بالطفلة المختارة بالاسم أميرة. اتجهت جمالات بأميرة لمكتب المديرة. انت أول واحدة اختارها للحفلة يا أميرة، لأنك أشطر واحدة في الدار كلها. متشكرة يا حضرة المشرفة، بس يا أميرة في مشكلة صغيرة خالص قد كده. بصت أميرة الجمالات اللي قالت مش هينفع طبعا أننا نحضر التمارين ولا الحفلة وإحنا في إيدينا الحصان ده. ظهر التوتر على وش أميرة اللي قالت يعني يا حضرة المشرفة؟ بصي، إحنا هندي الحصان أجازة صغننة كده لحد ما نتدرب على تمارين الحفلة، وعلشان نحافظ عليه هنخليه هنا في أوضة المديرة علشان محدش من البنات التانية ياخده ويخبيه وإنتي مش موجودة. مسكت أميرة في الحصان وقالت بزعيق طفولي لأ، الحصان لأ، خليه معايا. شدت جمالات الحصان من أميرة بعنف مفاجئ وقالت لها ما ينفعش، الحصان هيفضل هنا ولما نخلص البروفات والحفلة بيخديه. صرخت أميرة بشكل غير معتاد وقالت أنا عايزة الحصان، عايزة الحصان مش عايزة الحفلة. جمالات قالت لها في شراسة مش بمزاجك يا مفعوصة، أنت فاكرة حصان بجد؟ ده حتة خشب. قعدت تصرخ أميرة رجعيلي الحصان رجعيلي الحصان. ادت جمالات لأميرة الحصان بعنف وقالت لها خدي الزفت، يكون في معلومك الحصان ده مش هتشوفيه بعد كده وهتعملي البروفات ورجلك فوق رقبتك. أخدت أميرة الحصان وحضنته وهي بتقول بعياط أنا عايزة ماما، وديني الماما. مسكتها جمالات من دراعاتها وقالت لها في انفلات أعصاب ماما، هو أنت لو ليكي أم كنت جيتي هنا؟ وزقتها زقة عنيفة، وقعت بسببها أميرة على سن ترابيزة في نص الأوضة، وبعدها فرقت الحياة. ماتت؟ زعقت نادية بالكلمة دي في هلع، فرد عليها أمجد أيوة. وجمالات كانت هتعيش بلا عقاب طول حياتها. المديرة بتاعتها تعرف شخص ما كان هيقفل الموضوع كله بشكل قانوني وبمنتهى السلاسة، وعشان كده أديت واجبي واقتصيت لأميرة. أنت بتعاقب إنسان على جريمة ما ارتكبهاش لسه؟ الجريمة كانت هتتم لو جمالات فضلت عايشة، أنا كل اللي عملته أني حرمتها من ده، وبنفس الطريقة اللي كانت هتقتل بيها الطفلة دي وتفلت من العقاب. أيوة بس جمالات وغيرها ما ارتكبوش الحوادث دي لسه، وكان من الجايز جدا أنهم ما يرتكبوهاش. رد عليها أمجد في ثقة لو ما كانوش هيرتكبوها فعلا ما كنتش اقتصيت منهم، القصاص حق على المذنب مش كده ولا يا أمجد؟ فجأة خرج أمجد من حالة البرود للهلع الشديد وهو بيصرخ أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. لكن الهلع الحقيقي كان على وش نادية، الهلع اللي اتضاعف لما أمجد رجع في لحظة لحالة البرود الشديدة جدا بتاعته وهو بيقول لها المضحك بقى أن الحفلة دي لو كانت اتعملت كانت جمالات هتبقى مديرة الدار بعد 3 شهور. وبمنتهى الذهول سألت نادية وانت عرفت منين؟ من السلطة العليا. نادية كانت مذهولة من الثقة والهدوء اللي بيحكي بيهم، وبعد فترة صمت حاولت تستجمع فيها نادية نفسها، سألته عن الجريمة التانية، الضحية التانية، تدبير بدير. في بلد من قرى بحري كان في راجل بسيط جدا اسمه عبد الحميد، بيشتغل على ماكينة طحين وكان عنده 4 بنات. حاول الراجل كتير في الخلفة إن هو يجيب ولد لكن ربنا ما أردش. كانت أكبر بنت فيهم وأجملهم وأذكاهم
هي وفاء، وبحكم العادة أن الشخص بيتنده باسم أول مولود ليه، كانت كل البلد بتندهه بأب وفاء، والأمر ده كان بيتبحه من جوه لكن ما كانش بيبان عليه خالص. تتفق أو تختلف، دي موروثات ولسه موجودة. رب عبد الحميد ومراته وبناته الأربعة على قد ما يقدر، ولحد ما وصلت أكبرهم اللي هي وفاء لتالتة ثانوي. وفي يوم وهو راجع من مكنة الطحين نده عليه ابن غفير العمدة، وقال له إن في مرسال مخصوص من أبوه الغفير بيبلغه إن العمدة طلبه بالاسم في منظرة العمودية بعد صلاة العشاء. وجير ابن الغفير وساب عبد الحميد طول السكة محتار، لحد ما وصل للبيت وقال لمراته على المعاد. مراته كانت محتارة أكتر منه، يا ترى العمدة عايزه في إيه؟ أدى الفرد في وقته وطلع على بيت العمدة، ولقى العمدة بنفسه مستنيه في قلب المنظرة. ترحيبه بعبد الحميد كان مبالغ فيه، وسؤاله عن أحواله وأحوال بناته كان شيء نادر الحدوث. ونطق العمدة وقال له: بقى بالمختصر المفيد كده، أنا شيعتلك الليلة علشان عايز أفتحك في موضوع مهم. خير يا جناب العمدة؟ دي خير وأفراح وهنا عليك وعلى دارك كلتها يا عبد الحميد. بصراحة كده إحنا قصدين نناسبك. اندهش عبد الحميد جدا من الطلب. العمدة كان عايز وفاء لابنه بدير، بدير اللي ما فلحش في العلام لكنه فالح في فك الخط وحساب الأطيان والفلوس، وهي هتلاقي أحسن منه فين. رد عليه عبد الحميد وقال له: هيو يا جناب العمدة، بس المسائل دي يعني محتاجة تفكير، وكمان لازم نشور على البيت. رد العمدة وقال له: بيت ايه اللي تشور عليها؟ انت ابوها واضرب مصلحتها، افتكر الخير اللي هيعم على دارك يا عبد الحميد يا طحان. همك وهم بناتك ساعتها هيبقى في رقبتي انا وابني. روح رتب روحك، وبكرة زي دلوقتي نتفق على كل حاجة يا ابو نسب. رجع عبد الحميد طول السكة محتار ألف حيرة، اشمعنى هو بالذات اللي هيناسبه العمدة؟ البنت فالحة في العلام ونبيها وبتطلع من الأوائل، يبقى بعد كل ده ياخدها بدير؟ بدير اللي ما يعرفش يكتب كلمتين على بعض. وصل أبو البنات داره وقال لمراته على اللي حصل، ومراته كانت موافقة جدا حتى قبل ما يكمل الحكاية. ورغم حماس مراته لجوازة ابن العمدة وعدم ممانعتها بشكل قاطع، صمم برضو عبد الحميد إن هو يشور على صاحبة الشأن. وندهت الأم على وفاء وقالت لها اللي حصل. وفاء اللي كانت مستغربة جدا إزاي واحدة متعلمة وفالحة زيها تاخد واحد زي بدير، حتى لو كان ابن العمدة يعني. أمها كانت مش مصدقة إن بنتها معترضة، وطبعا معروف الكلام اللي بيتقال، العلام ما ينفعش البيت والست مسيرها البيت جوزها. أما الأب فكان ساكت تماما ومستني رأي بنته، لأنه ده الرأي النهائي. فقالت له إن هي مش موافقة وإن هي عايزة تكمل علامها. قال لها: يعني ده آخر كلام عندك؟ قالت له: يابا أنت مش طول عمرك تقولي نفسي أشوفك دكتورة؟ فاضل لي كام شهر وامتحن الثانوية وأدخل كلية الطب، والناس ساعتها مش هيقول أبو وفاء، هيقول أبو الدكتورة وفاء راح، أبو الدكتورة وفاء جه، سيبنا امتحن يابا وبعد النتيجة الرأي ليك. وفعلا وفاء كانت عند حسن أمال أبوها. البنت نجحت بتفوق ومجموع كبير جدا، وكانت الأولى على المحافظة، وقدمت بسهولة جدا لكلية الطب، وبقى الناس يقولوا لعبد الحميد يا أبو الدكتورة وفاء، وده كان شيء يعني مخليه طاير في السماء. اتأكد أنه كان صح لما رفض جوازة بنته من ابن العمدة، وصحيح يعني المضايقة من العمدة وأعوانه كانت كتير، بس في الآخر كل حاجة هديت والبنت دخلت كلية الطب، واستمرت الأمور هادية لشهور. لكن كان في شخص واحد بس ما كانش قادر ينسى وصمم على الانتقام. الشخص ده كان هو بدير. وبدير رغم انه شخص بشكل عام يصنف ان هو كويس وابن ناس، لكنه كان في عيب خطير جدا من صغره، نتيجة تدليل والدته ليه، بحكم طبعا ان هو الولد الوحيد على ثلاث بنات. كان بيكره حد يقول له لا، كان بيكره الرفض. فكرة ان الحاجة اللي هو عايزها ما تتعملش او ما ينولهاش، دي كانت بتقلبه شخص تاني 180 درجة. وده اللي حصل لما دار عبد الحميد رفضت تناسب دار العمدة وابن العمدة. وفي موقف الميكروباصات اللي على أول طريق القرية، وبسابق علمه بالسواق العجوز صاحب أبوها اللي بياخدها من أول الخط كل مرة، بعد بدير للسواق مع واحد من الموقف زادوا مية علشان السكة يعني. وبعدها بشوية وصلت وفاء للموقف وركبت المواصلة، ولكن الميكروباص ما وصلش للمحطة اللي بعدها، ما وصلش خالص. حصل إيه بعد كده؟ سألت نادية بفضول شديد جدا، فجاوب أمجد وقال لها:
المواصلة غرقت في البحر نتيجة انحرافها عن الطريق، والدكتورة وفاء ماتت غرقانة. ازاي الميكروباص خرج عن مساره؟ اشمعنى الحادثة دي تحصل في التوقيت ده؟ دي مش حادثة عارضة يا دكتورة، ده تدبير بدير. حط مخدر للسواق في الزاد اللي ادهوله، ولأنه عارف مواعيد وصول وفاء وعارف إنها لحد طريق البحر هتبقى لوحدها في المواصلة، استهدفها هي بس. انت عارفة من مفارقات القدر ايه؟ إن السفرية دي كانت وفاء هتفتح أبوها إنها تقبل تتجوز بدير بشرط إنه يسيبها تكمل تعليم، على اعتبار دلوقتي إنهم بيتين متكافئين. ردت نادية بذهول وقالت له يعني لو كان سابها رجعت المرة دي كانت بقت من نصيبه، وكانوا هيتجوزوا بعد سنتين ويخلفوا كمان، لكن بتدبيره ده بوظ كل حاجة، وكان هيفلت من العقاب لأن السواقين أغلبهم دمهم غير نقي، وأي تحليل ما كانش حد هيشك في الزاد اللي ادهوله بدير. وكانت روح وفاء فضلت تبكي كل يوم على البحر تطلب القصاص. كان ذهول نادية وصل لآخره لما سألته وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ فرد عليها بكل هدوء، من السلطة العليا. الحقيقة أن نادية كانت رغم خبرتها ودراستها الكتير في المجال ده كانت عاجزة عن تحديد حالة أمجد. هل هو مجنون؟ سايكوباتي؟ صادق؟ قاتل؟ عايز شهرة؟ كان مزيج عجيب جدا، وفكرة إصراره على توضيح الأمور بالتفاصيل دي بيبين أنه وراه حاجة، حتى لو هو شخص عنده قدرات خارقة أو حتى اكتسبها بعد كده، مش من المنطقي انه يستخدمها في الشر. وحتى لو فرضنا انه هيستخدمها في الشر، المفروض يستخدمها مع ناس ليهم معاه دائرة علاقات، مش ناس ما يعرفش عنهم حاجة ويبلغ عن نفسه كمان. منطق سليم، بس انت برضو مش قادرة تفهمي ان امجد شيء وانا شيء تاني. طيب سؤال، بما انك عندك القدرات دي كلها واللي مديها لك السلطة العليا، ليه ما حاولتش مثلا تمنع بدير انه يدي الزاد للسواق، أو إن أميرة ما تبقاش في حفلة المحافظ؟ علشان الموت نقطة راسخة محدش يقدر يغيرها، حتى لو عندك قدرة الرجوع بالزمن، لأن في النقطة الراسخة دي الفعل الغالب بيقدر دايما ينتصر في الآخر مهما كانت المعوقات. أيوة بس أنت منعت موت أميرة ووفاء والشخص الثالث، أكيد كده أنت ما كسرتش النقطة الراسخة؟ رد عليها أمجد بسرعة وقال لها لأ، محدش يقدر يمنع الموت لأنه فعل ماضي على المخلوقات، حق عليهم مهما طال أجلهم. أنا كل اللي عملته أني استبدلت روح بروح، لكن النقطة الراسخة ما تأثرتش. رغم تخصصها الطبي المتشعب ما كانتش قادرة تستوعب منطقه ولا أفكاره. مستحيل يكون ممثل بارع للدرجة دي، ومستحيل كمان يكون مجنون صرف، أكيد في شيء مش مفهوم. وسألته نادية طيب والجريمة الثالثة؟ الضحية الثالثة زنت ودن إبراهيم عيد، معجزة الجبر والهندسة، عقل ذري فظيع، اتنقل لواحدة من مدارس الصعيد علشان في حد واشى عليه كده وشاية كاذبة، ولأنه شخص عملي ومراته ست بتحبه سافرت معاه على الصعيد وقعدوا في شقة بسيطة موفرها الوزارة للمغتربين. وفي وقت قصير قدر إبراهيم يكسب سمعة طيبة وشهرة سريعة وسط الطلبة والمدرسين. كان وقته كل شغله، بيشرح في الفصل للطلبة ويسمع منهم وبيعلمهم نشاطات جديدة، وكان أحياناً بيفضل بعد اليوم الدراسي. كل ده بالنسبة لزملائه في المادة مقدور عليه، لكن فضلت نقطة هي اللي أشعلت الصراع بين إبراهيم وزمايله، إنه ما بيديش دروس برا المدرسة، ومع شرحه البسيط وارتفاع مستوى الطلبة عرضت عليه المدرسة أنه يدي مجموعات مدرسية بعد اليوم الدراسي للطلبة الغير قادرين. وطبعاً إبراهيم رحب جداً بده، وكانت النتيجة تحول طلبة كتير جدا من الدروس الخصوصية الخاصة بزمايله المدرسين لمجموعته المدرسية. الأمر اللي خلاه منبوذ وسطهم ولو حتى ما بيبينوش ده، ولأن الكره شيء والأذى شيء تاني، كان في شخص واحد بس من زمايله صمم إنه يبعده من المدرسة بأي شكل. الشخص ده هو المدرس محمود الدهشان، ولأن محمود كان رقم واحد في المادة قبل ما يجي إبراهيم، كان طبعا أكبر المتضررين بأسلوبه اللي سحب أغلب الطلبة من عنده. واشتكى محمود لمراته من زميله اللي واكل الجو، فاقترحت عليه إن هم يعملوا فيه فخ يطيروا من المدرسة، ولكن ده كان صعب لأن إبراهيم كان ثبت نفسه خلاص في المدرسة، والطلبة وإدارة المدرسة وثقوا فيه. فمرات محمود قالت له خلاص نسحر له. قالها أنت اتجننتي؟ نسحر له إيه؟
فهمت مراته انها تعرف شيخة كانت واحدة قريبتها مجرباها وسرها باتع. قال لها عايزاني اروح لدجالة؟ قالت له مش احسن ما نخسر رزق الدروس؟ دي فلوسها اللي فاتحة البيت. سكت محمود شوية كأنه بيفكر، او زي ما يكون في صراع داخلي جواه. معقول محمود الدهشان المدرس اللي بيقدر العلم يروح لواحدة دجالة علشان تحلله مشكلة؟ ثم هي ايه المشكلة؟ الدروس عددها قل؟ وايه يعني؟ الرزق بتاع ربنا. طب وهو ربنا يرضيه ان واحد زي ابراهيم يقطع رزقي ورزق زمايله في المدرسة؟ مادام مفيش حل غير كده يبقى هو السبب. ووافق محمود على مضض، فطلبت منه مراته يجيب حاجة من قطر زميله علشان يستعملوه في العمل اللي هيعملوه، وعلى ما يجي هيكون العنوان جاهز يروح للشيخ على طول. وتاني يوم راح محمود المدرسة وكان ودود جدا مع إبراهيم اللي كان مستغرب تغيير المعاملة، ولكن روحه الطيبة كانت فرحانة إن زميل ليه كان مختلف معاه بقى بيعامله كويس، لدرجة إن محمود عزم إبراهيم على الفطار وكان منسجم معاه جدا. وبشكل اعتيادي بين المدخنين طلب محمود من إبراهيم الولاعة بتاعته، ومع انشغال إبراهيم باليوم الدراسي والمجموعات الدراسية أخذ محمود الولاعة وطلع جري على البيت كانت مراته مستنياه بالعنوان. وفعلا راح محمود للشيخة جوهرة، كانت أوضة فوق سطوح في حارة مضلمة يمكن مش محطوطة حتى على الخريطة، كان مكان مقبض ومضلم. طلع محمود درجات السلم وهو بيلوم نفسه إنه سمع كلام مراته، لكن خلاص ما عادش ينفع، كان وصل للباب. خبط محمود على الباب ودخل، لقى قدامه ست عجوزة لابسة عباية سودة وشرب من نفس اللون، وقدامها حلة كده فيها بخور كتير، وما فيش غير لمبة واحدة صفرة كده صغيرة في نص سقف الأوضة. وقعد محمود وحكى لها الحكاية كلها وطلب الحل. بصت جوهرة لمحمود مع رمية بخور وقالت له زنت ودن. لها زنت ودن؟ ردت وقالت له زنت ودني يسمعها، لا عالية ولا واطية، يسمعها ليل نهار، تشغله عن حاله، تخليه دايما متشتت وعقله متفتت. زنت ودن ملهاش علاج ولا دواء، تزقه للجنان. رد محمود ولا ايه التخريف ده، انا الحق عليا بقى انا جيلك علشان تشوفيه لحالة تقولي لي زنت ودن؟ هي دي اللي هتلهيه يعني؟ ردت وقالت له يا ولدي البني آدم مننا تايه عن النعم، لو تحب تأذيه ما تاخدهاش منه، عطلها له بس وشوف ازاي هينقلب حاله، عطلة بسيطة تقدر تقلب أكبرها كيان. محمود حس انه تورط وما باليد حيلة، ودى جوهرة ولعت إبراهيم وعملت العمل، ورجع البيت وحكى لمراته اللي كانت مصدقة الشيخة جدا عكس محمود، لكنه قال لنفسه اللي حصل حصل والأيام هتبين. تاني يوم راح محمود المدرسة واعتذر لإبراهيم واداله الولاعة، لكن إبراهيم زي أي مدخن كان اتصرف في واحدة تانية. وبتصميم بان غريب لإبراهيم صمم محمود إنه يديله ولاعته وياخد الولاعة الجديدة، واللي حصل بعد كده كان فوق الخيال. ما تقوليش إن العمل نجح، قالت نادية السؤال ده الأمجد اللي رد عليها وقال لها وبامتياز. إبراهيم اتقلب حاله وبقى غير قادر على العمل، راح لدكاترة كتير ومحدش قدر يشخص اللي عنده ده لأنه عضويا سليم، وده طبعا خلى المجموعات المدرسية تقف والطلبة ترجع تاني للدروس الخصوصية، وكان أكبر مستفيد هو محمود. طيب وإبراهيم كان مصيره إيه؟ مع الضغط النفسي والعصبي اللي حصل فجأة وصل بيه الأمر للجنون وانتحر. انتحر؟ أيوة، كان فاكر أنه بكده هيستريح. الأغرب أنه لو محمود كان ساب إبراهيم على حاله لمدة أسبوع كمان كان هيجيله رزق يغنيه من وسع ويعدل له حاله. إزاي يعني؟ كان في المجموعة المدرسية ولد ما كانش بيقدر يستوعب المعلومة كاملة وسط عدد كبير. الولد ده كان هيروح يشتكي لوالده أنه مش قادر يركز في المجموعة، ووالده كان هيروح لأحسن مدرس في المدرسة بعد إبراهيم اللي هو محمود علشان يطلب منه يدي ابنه درس خصوصي لوحده بسعر مضاعف. ومع الوقت كان فيه تلاميذ تانية عندها نفس المشكلة كانت هتطلب نفس الطلب، وكان هيجيله رزق أكبر من اللي كان بيجيله في درس خصوصي فيه 3 أو 4 تلاميذ. لو حد كان حلف لنادية إن يومها هيبقى فيه حالة زي أمجد عمرها ما كانت هتصدقه. كانت جاية في مهمة عمل روتينية جدا لحالة تصنيفها طبقا للمعطيات سهلة وبسيطة،
لكن دلوقتي هي غرقانة في أفكار وأسئلة وقدامها حالة نادرة لما تمر على حد. يعني أنت قتلت جمالات علشان كانت هتقتل أميرة، وبدير علشان كان هيقتل وفاء، ومحمود علشان كان هيقتل إبراهيم. أيوة، إزاي تقتل ناس وتتحكم في نهايتهم بالشكل البشع ده من غير دليل؟ شكل بشع؟ ده أنا أنقذتهم. أنقذتهم إزاي بالقتل؟ حولتهم من مذنبين لضحايا. إيه دليلك إنهم كانوا هيبقوا مذنبين؟ ما أنا حكيت لك كل حاجة. عندك دليل مادي؟ كل اللي قلته وعملته مش دليل مادي؟ كشف المصائر الناس اللي ما قلتش عليها لحد غيرك مش دليل مادي؟ أنا مش مصدقة كل ده. في ثغرة كبيرة في قصتك. أنت بتقول إنك حولت المذنبين لضحايا، بالفرض إن ده صح، وبالفرض إنك مش أمجد. أنت كده تبقى حولت أمجد لمذنب وخليته قاتل، وده يهدم كل كلامك. ابتسم أمجد وقال في برود: أمجد مش قاتل؟ اتكلم يا أمجد. وكالعادة تحول أمجد من البرود الشديد للهلع المفرط وهو بيزعق: ما قتلتوش، ما قتلتوش. لكن المرة دي وفاء كانت ثابتة في مكانها حتى مع رجوع أمجد لحالة البرود، وقررت إنها تنتهج أسلوب تاني خالص. أمجد قتل مين؟ ماديا ما قتلش حد، معنويا قتل زميل مهنة لمجرد إنه ياخد مكانه في سفرية شغل. يعني إيه ماديا؟ يعني يحاول يعطل زميل ليه علشان ياخد مكانه. مرة يبعت له حد يتخانق معاه علشان يعمل له إصابة، ومرة يحط له مخدر قوي علشان يغرق في حمام السباحة وهو بيتمرن لوحده، لحد ما وصلت دناءته إنه يزرع الشك بينه وبين مراته علشان يشغل دماغه ويصرف عنه السفرية. وكل ده خرج زميله من التركيز وراح ضحية حادثة عبور طريق. العكس كل مرة قالت نادية بثبات: فعلا؟ أيوة. وكان مستحيل يفلت من العقاب، وكان من الضروري في الوقت ده إنها تتدخل. طبعا قصدك السلطة العليا اللي انت مبعوثها. بالظبط كده. وفجأة قامت نادية من مكانها بشجاعة وراحت لأمجد لحد عنده وثبتت عينيها عليه وقالت له: خسارة كبيرة إن واحد موهوب في التأليف والتمثيل زيك تكون دي نهايته. كان هيبقى ليك شأن كبير، حتى الشهرة اللي نلتها نتيجة كذبك مش هتلحق تتهنى بيها. كانت خلاص فهمت لعبته، مجنون عايز شهرة، جمع معلومات عن الجرائم واخترع الحكاية دي كلها علشان بس يتشهر. التاريخ مليان مجانين زيه. أنا هكتب التقرير إن غير مذنب، مجرد مختل ممكن يعمل أي حاجة علشان ما يحسش إنه نكرة ويتحول لمشهور حتى لو بالقتل. ده رأيك النهائي يا دكتورة؟ طبعا، ولو إني كنت أتمنى أشوفك مشنوق عشان حياتك اللي أنت عايز تفرط فيها. أوعدك إنك هتشوف اللحظة دي. ضحكت نادية فجأة بسخرية وقالت له: يا حضرة المبعوث، الطبيب النفسي مش من ضمن الحاضرين في تنفيذ حكم الإعدام، ده قانون، حتى سلطتك العليا ما تقدرش تغيره. أمجد كان مبتسم ابتسامة ما قدرتش تحددها بالظبط، لكنها استفزتها جدا، وخرجت نادية من الأوضة ومن المستعمرة كلها بعد ما قضت يوم وحالة صعب يتنسوا بسهولة. كتبت نادية التقرير، لكن القانون ورق والاعتراف سيد الأدلة. اتحكم على أمجد بالإعدام، ورغم تأثرها بالحالة إلا أن مشغوليات نادية المهنية والحياتية خلتها ما تتابعش أخبار أمجد بشكل منتظم. وفي يوم عادي جدا كانت بتستعد فيه إنها تروح لشغلها، جالها قبل خروجها من البيت تليفون من مدير المستشفى اللي بتشتغل فيها. صباح الخير يا سيادة المدير. أيوة يا نادية، ما تطلعيش على المستشفى، في عربية هتيجي تاخدك دلوقتي المأمورية. مأمورية إيه يا سيادة المدير؟ هتحضري تنفيذ عقوبة الإعدام في القاتل اللي حققتي معاه. سكتت نادية من المفاجأة وما سمعتش المدير وهو بيزعق باسمها على الخط. أيوة فندم، بس المفروض طبقا للقانون أني ما حضرش حاجة زي دي، دي عمرها ما حصلت. دي قضية رأي عام وكل اللي شاركوا في التحقيق لازم يحضروا العقوبة. طيب يا فندم معلش، أنا مش هقدر أحضر ما ينفعش، ده أمر لازم يتنفذ.
أمر من مين يا فندم؟ رد المدير وقال الكلمة اللي زلزلت كيان نادية. السلطة العليا يا نادية. هنهي سلطة عليا؟ جرايه نادية هو تحقيق. سلطة عليا، تعليمات جاية من فوق، جهزي نفسك العربية على وصول. سلام. وقفل المدير السكة وساب نادية البحر من الأسئلة. معقول؟ معقول تكون صدفة؟ مستحيل، ده استثناء واضح، زي ما يكون متفصل علشان تحضر. وفي الطريق لتنفيذ الحكم كانت الأسئلة في عقل نادية بتزيد بسرعة الصاروخ. ووصلت نادية لمكان تنفيذ الحكم وشافت أمجد في مشهد ما اختلفش كتير عن مشاهد الأفلام العربي القديمة، شخص بيزعق وبيحلف أنه بريء. وجات مرحلة تنفيذ الحكم. عاوز تقول حاجة قبل ما تموت؟ أمجد ما قالش حاجة، لكن وشه تحول فجأة مع ابتسامة واتجه بيه ناحية نادية. نادية لدقات قلبها كانت مسموعة للكل بوضوح، وهي نفس الابتسامة. فضت الابتسامة على وش أمجد لحد ما غطوه بالغطاء الأسود المعروف وتنفذ الحكم. وكانت تساؤلات نادية ملهاش حدود وبرضه ملهاش إجابة، علشان تفضل الحالة الغامضة دي شغلة تفكيرها طول حياتها. مش حالة أمجد بالمناسبة، حالة المبعوث، مبعوث السلطة العليا. وبهنا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك، وتعملوا فولو على الانستجرام علشان تشوفوا اعلانات القصص. وبس كده، اشوفكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.